إمكانيات فلاحية متنوعة تتوفر عليها ولاية الأغواط. وخلال العشرين سنة الأخيرة تطورت المساحة المسقية من 13,000 هكتار لتصل إلى أكثر من 37,000 هكتار. وفي بلدية وادي مرة المعروفة بإنتاج الخضر أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي على توزيع مقررات الاستفادة من عقود الامتياز وعقود الملكية عن طريق الاستصلاح على فلاحي الولاية. هذه الوثيقة اللي هي ساعدنا في الحصول على القروض دعم الفلاحي بنزيد ننشط أكثر ونحاول نوسع في النشاط الفلاحي. الحمد لله رانا فرحين بها فرحة كبيرة. قبل الاستفادة هذه ما كنا عندنا حتى صدى، كنا نخدم في بلدنا منذ 20 سنة نعملوا بلا 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 وثيقة، ما عندنا حتى حق في أي إدارة كانت. واليوم الحمد لله استطعنا أخذ أكثر من 5 أو 6 قرارات وزارية مشتركة تصب في هدف واحد، وهو تطهير العقار الفلاحي، التحكم فيه، وتأمين الفلاحين بصفة نهائية فوق أراضيهم. واعتبر الوزير بلدية وادي مرة نموذجا لنجاح برامج الدعم التي توجهها الدولة لقطاع الفلاحة، داعيا الفلاحين إلى استغلالها من أجل تكثيف الإنتاج والانتقال إلى مرحلة التحويل. وإحنا نأكدوا، وزاد فخامة رئيس الجمهورية في الجلسات الوطنية الأخيرة أكد على الإرشاد وأكد على التكوين، أكد على الدعم التقني، وأكد كذلك على البحث العلمي في خدمة الفلاحة. علاه نقول لك أنا هذا المحيط أنا بالنسبة إلي في ولاية الأغواط يمكن يكون مثال ودرس باش نستقوا منه كل يعني الدروس ونطبقوها في أماكن أخرى. الوزير اطلع على مشروع إعادة تهيئة السد الأخضر بمساحة تتجاوز 400,000 هكتار عبر 13 بلدية، وبداية الأشغال كانت من بلدية سبقاق ب100 هكتار من المساحات الغابية. كما عاين الوزير مشاريع أخرى في غراسة الزيتون وتربية المائيات، وزار معرضا للمنتوجات الفلاحية.